هذا المحل، هذا رفضني لمجرد اني اجنبيه. تخيلوا. طلع الدور حقتي المفضله. اني يا روبوني يجيني ندى، طبعا توني صاحية من النوم. اليوم يوم خاص، راح اسوي مقابلة عمل. حبيت اصور هذا الفيديو واوريكم التنظيفات والشغلات اللي اسويها قبل المقابلة. طبعا مو كل مرة اسويها، بس اليوم عشان قربت الاجازة وقرب الخريف لازم اغير شغلات في السرير وشغلات في يعني ترتيبات وما اعرف ايش زي كذا، وتجهيزات للروتين يعني لبشرتي، ويومي كامل اللي اسويه كل صباح. حبيت اليوم اوريكم كمان كيف نقدم على عمل او كيف نعمل مقابلة عمل. المهم ما اطول عليكم، لو لساتكم مو مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا الان، يا ريت تابعوا قناة نارين وتاسم، بحط لكم في صندوق الوصف، وقناة العائلة كمان. ثاني شيء تابعوني على الانستغرام لاني انزل فيه شغلات كثيرة وجديدة، وابغى اوصل 30,000 متابع. انتوا اكيد تقدروا توصلوني 30,000 متابع. شو موجود؟ المهم ما علينا، ما اطول عليكم ويلا نبدا الفيديو. والحين بما انه قرب الخريف فلازم ارتب الملابس واتخلص من الملابس اللي هي ملابس صيفية واحطها في مكان عشان تنحفظ، واحط بس ملابس خاصة بالخريف او الملابس الثقيلة الى حد ما. الحين راح ننظف هذا المكان وارتب الشغلات حقتي. اولا لازم اكنس بالمكنسة العادية. لما تعرفوا ان الملابس شيء عندي اساسي، مرة احب لبس الملابس، احب اعمل شوبينج. والحين خلصت من ترتيب الملابس، راح ارتب السرير وبعدها اتجهز عشان المقابلة. انا متخوفة من فكرة المقابلة لانه تقريبا يمكن فرصة القبول 1%، لانه انا اجنبية وغالبية المقابلات يعني يرفضوا اني انا كاجنبية يرفضوا اني اشتغل في هذه الاشغال. والحين خلصت الترتيبات والشغلات خاصة فيني، راح ألبس الملابس عشان مقابلة العمل. الصراحة متخوفة من كثير مرات أرتفض بشكل يعني إني أجنبية. وأهم شيء إنه يكون لازم لبسك حلو عشان مقابلة العمل اللي يهتموا دايما بالشكل. والحين راح ألبس هذا اللبس عشان المقابلة. طبعا عادة هنا في كوريا المقابلات لازم يتم على الشكل، يعني يعتمد على الشكل، بعض الأحيان لازم يكون شكلك مرة مرتب. وهذا هو فطوري الصباحي. طبعا فطوري ما في شغلات كثيرة، يدوبك بيض شوفان حليب صويا عشان الدايت وعشان كمان الطاقة ليوم الكامل. تقريبا انتهيت من شكلي النهائي، طبعا هذا هو شكلي الدائم. طلع الدور حقتي المفضل. والحين راح اخرج من البيت عشان الشغل. تقريبا انا متأخرة على الباص لانه انا ما اعرف اي باص راح يوديني، وهذاك المكان اول مرة اروح له، فمش عارفة فين الطريق. عرفت تقريبا في الخارطة حقت الماب الخاص حقت الكوريين. الآن سوف أذهب للعمل، هذا هو المحطة راح أوصل للذهاب للعمل. طبعا خلصت موعد الشغل، ركبت الباص وكذا، ما لحقت اني اصور لانه كنت مره مركزه ومتوتره، لانه
ألحق الشغل وألحق بالوقت المناسب، لأنه كنت أبغى بس أركز على المكان، لأنه أول منطقة يعني أول مرة أزيل هذه المنطقة. هذه المنطقة تبعد عننا تقريبا ربع ساعة، فكنت مرة متوترة وقاعدة أفكر كيف بسوي بأدي المقابلات. تقريبا إلى حد ما عديت المقابلة. كنت مرة متخوفة إنه أنا أجنبية يعني ما راح يقبلني، ما راح كذا، يعني شعوري كان كذا، لأنه أغلبيتهم كذا يعني يرفضوا الأجانب. قال لي راح يتصل لي بكرة، أخذ معلوماتي الشخصية وسألني بعض الأسئلة وقال لي راح يتصل لي. الغريب إنه أنا أحس نفسي أنا الوحيدة هنا أجنبية، قاعد الناس كل ما طلعت الباص كلهم يطالعوا علي، أحس إني جاية من الفضاء، كائن جاي من الفضاء. فصوتي ما بيطلع بسبب السيارات الحين. هنا خف توتري، تشوفوا كيف عملت في البيت، قاعد متوتر. واللي صار انه اتمنى اني اتوفق بقى في الشغل، فاذا توفقت انا بها، واذا ما توفقت ادور زي العادة. راح يتصلوا لي له بكرة، منتظر اتصالهم. هي المنطقة اللي انا جيت لها، وهناك في نهاية الطريق المحل. أنا مو عارفة راح يوافقوا أو يرفضوني. المهم إنه أنا قدمت اللي علي وحاولت إنه أتكلم بطريقة كويسة. فين هذا المحل؟ هذا رفضني لمجرد إني أجنبية، تخيلوا. شوفوا، قال لي لا ما نبغى أجانب. فمن جد يعني شعور غبي. وحتى صاحبتي يعني كرهت هذا الشيء وقالت كيف انه يحق له يقول هذا الكلام. تخيلوا، يعني ما ادري كيف انه معنا يعني يحتقروا هذا الشيء. في اشخاص كذا اغبياء يحتقروا الناس. فنصيحة، اذا جيتوا هذا المكان لا تيجوا تاكلوا عنده. ما حطيت له حلا، ما حطيت له القهوة أي سكر وكذا، بس طعمه شوية فيه حلا. بس أنا أحب هذه النكهة من جد، أحلى نكهة بالنسبة لي. غير كذا إنها أرخص قهوة تشربيها. دائما أنا أشرب القهوة من البقالات، هي مو بقالة، تعتبر بيونجم. البيونجم دائما اللي بقالة اللي 24 ساعة فاتحة، في الليل تلاقي، في النهار تلاقي. وعادة الطلاب يجوا لهذه الأماكن البيونجوم يعبوا الكروت. يعني البيونجوم شيء أساسي في كوريا. خلصنا الميونجو بالمقابلة وتميت كل شيء، بس ما لحقت انه اصور لقطات اكثر كيف رحت وزي كذا. قلت لكم اني كنت مرة متوترة، وكمان هذاك المكان اول مرة اروحه وما اعرف الطريق تقريبا بشكل كثير. وما تتخيلوا كيف التقيت المدير، يعني اقول لكم كيف التقيته. وانا قاعدة ادور على الطريق لقيت اثنين شخصين، قلت لهم تعرفوا هذا المكان، يعني اسم المحل اللي انا ابغى اروحه عشان اعمل المقابلة. هو المحل عبارة عن مطعم يعني، فانا بشتغل يمكن فيه ويتر. فقلت لهم هذا الكلام، قالوا لي ايوه نعرفه، تعالي ندلك. كان اثنين شابين يعني، قلت تعالي ندلك. فهم يدلوني، قام قالوا لي رايحة تاكلي، رايحة مدري ايش، يسألني يعني المدير نفسه يسألني رايحة تاكلي، وانا ما اعرف من المدير. قلت له لا لمو رايحة اكل، رايحة اعمل مقابلة. قال لي متى؟ قال لك الساعة المقابلة. قلت الساعة 3 قالوا لي، وهو كان موعد صدق الساعة 3. فهو يتكلم معي وانا قلت له ليش تسألني، انت تشتغل هنا؟ هو وصلني للمحل بعدين، هو لبسه اصلا لبسه طباخ وزي كذا. قلت له انت تشتغل هنا؟ قال لي ايوه اشتغل هنا. ففتح شوية
وقال الحين اصلا وقت موعد الاكل بس يلا نعمل المقابله. قلت له انت الحين المدير، يعني انا من جد ما كنت عارف انه هو المدير بدايه لما كنت قاعده اتكلم معاه من الحوار. قلت له انت المدير، بعدين سلمت اني يا ما اعرف ايش. وبعدين قمنا نتكلم وقلت له ابعد الماسك وبدات اتكلم معاه، سألني عن اسمي وسألني عن أسئلة عادية، وقال لي بيرد الخبر لليوم الثاني. طبعا اللغة حقتي حاولت انه اتكلم بطريقة طلقة عشان ما يحس اوه هذه اجنبية يعني ما تعرف تتكلم، يعني ما بتساعد المطعم لان المطعم اغلبيته يعتمد على الكلام، فكثير ناس يرفضوا الاجانب لمجرد اللغة الشكل، لان الكوريين بحد ذاتهم يرفضوا الشكل الاجنبي لانهم مو متعودين، مو يعني بالذات الناس القديمين يعني مو منفتحين على الأجانب، حتى في بعض الناس الجدد مو منفتحين مرة على الأجانب أو أن الأجانب يشتغلوا معاهم أو يشتغلوا في المطاعم الخاصة. طبعا في الدول العربية أو في الدول الأجنبية مسموح لأي أجنبي مهما كان شكله أو لونه أو ممكن يشتغل في هذه الأشغال، لكن هنا عامة يقبلوا أكثر شيء بالآسيويين اللي يكونوا من الفيتنام، الفلبين، الصينيين، اللي شكلهم تقريبا الى حد ما اسيوي يعني يكون مقبول في المطاعم. طبعا اذا حابين تعرفوا ايش فكرة الاشغال او كيف تلقوا اشغال في كوريا او يعني كيف انا احصل عليه، ياريت تحطوا بكومنت. المهم اذا حبيتوا الفيديو حبيتوا الاستعداد للشغل وزي كذا ياريت كمان تحطوا في كومنت، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان لو انتم مشتركين اوريدي مشتركين في القناة تلغوا الاشتراك وبعدين تشتركوا من جديد عشان يوصلكم الاشعار ويوصلكم كل فيديونا الجديد انزله، لان في ناس كثير تقول لي ما نوصل لنا الاشعارات ما يوصل لنا الاشعارات، فاذا الغوا الاشتراك وعيدوا الاشتراك من جديد راح توصلكم الاشعارات. ما تنسوا الدعم لانه حاليا انا في حاجة الى الدعم عشان استمر في القناة واحاول اني اطور من قناتي واكثر واكثر، فتدعموني وممكن تنشروا هذا الفيديو لبقية اصحابكم يمكن يستفيدوا. احبكم مرة، باي.